وعدكم نعمل قراءة يومية من بداية شهر 12. إن شاء الله رح أحاول أعملكم بشكل يومي زي رسائل يومية لكل برج. يبدأ في برج الحمل. برج الحمل عندك كرت السول ميت. كرت السول ميت يعني في حب في الأجواء، في رومانسية في الأجواء. اليوم محتاج منك إنك تركز على رغباتك مع الشريك، تشوف إيش الأشياء اللي أنت بتستمتع فيها مع الشريك وتشتغل عليها. لو كنت بتبحث عن إجابة نعم أو لا فالإجابة نعم. نشوف برج الثور. برج الثور معروف عنك إنه عندك الثبات. اليوم في عندك طاقة، في عندك باور عالي، في عندك استحقاق عالي. استغل هاي النقط اللي في حياتك. حاول قدر الإمكان إنك أنت تتغاضى عن أي شيء بيحصل حواليك وتشغل وتسمح للقوة الداخلية عندك إنها تنتشر في طاقتك هاي الفترة أو اليوم بالذات. أنت دائما لما تعبر عن نفسك من خلال طاقتك الداخلية وقوتك الداخلية أمورك دائما بتكون جيدة. نيجي لبرج الجوزاء. نشوف بطاقة برج الجوزاء شو بتقول اليوم. برج الجوزاء صار لك فترة الأوضاع حواليك، المواقف اللي بتحصل معك، الأحداث من حولك مأيداك. أنت محتاج أنك تتحرر من كل شيء، محتاج الحرية على نطاق التفكير، على نطاق العلاقات. محتاج أنك تكون مع نفسك شوي وتتحرر من أي شيء استك أنت فيه من الماضي. نيجي لبرج السرطان. نشوف برج السرطان شو الكارت تبعه بيقول. برج السرطان اليوم طاقة الرومانسية هي اللي ذبذبتها موجودة في حياتك اليوم، والكارت اللي طلع لك بقول لك إنه أنت معروف عنك شخص هادي، شخص رومانسي، بس اليوم ممكن توصل لك رسائل بتخص علاقة ما، ممكن توصل لك هدية، ممكن يوصلك شيء معين، بس اسمح إنك تستقبل وتكون مستقبل في هاي الفترة. محتاج إنك تغير شوي من حياتك، محتاج إنك تدخل شوية حركة لحياتك. لو في عندك كلاسز معينة روحها، لو عندك اهتمامات في رياضة معينة كمان اعملها في هذه الفترة. نيجي لبرج الأسد. شوف كارت برج الأسد شو بحكي لنا لليوم. برج الأسد عنيد، معروف إنه عنيد، بس هاي الفترة محتاج إنه، أو اليوم خلينا نقول، محتاج إنه يتحرر شوي من هذا العند، يسمح لأشياء جديدة تدخل حياته. في مواقف قاعدة بتحصل معك كانت بالفترة اللي فاتت يمكن ما كانت حلوة، بتخص العلاقات أو بتخص العمل أو بتخص البيت أو حتى الصحة. اتأكد إنه كل شيء رح ينحل، بس كون منفتح في الفترة الجاية لأنك تستقبل كل شيء جديد بمجرد أنك حررت البلوكات اللي كانت موقفاك خلال الفترة اللي فاتت. نيجي لبرج العذراء. برج العذراء، برج العذراء الكرت تبع اليوم بيقول لك ركز في المكان اللي أنت بدك إياه يكون في حياتك، وشيل تركيزك عن الأشياء اللي ما عادت تهمك. يعني ركز على النجاح ما تركز على الفشل، ركز على الحب ما تركز على الأشياء اللي حصلت معاك في الماضي، ركز على الشيء اللي أنت بدك إياه عشان يزيد وينتشر في حياتك. نيجي لبرج الميزان اليوم. شو برج الميزان طالع له؟ برج الميزان كنت في مرحلة تشتيت في الفترة اللي فاتت،
وهذه المرحلة أو اليوم في عندك تناغم عالي موجود في محيطك، إن كان العائلي أو محيطك العملي، في جمال وفي نور داخل حياتك، وفي تغييرات إيجابية جاية لك، فركز عليها منيح. وفي أشياء كتير حلوة جاية في الطريق، فاستقبلها وحط نية من بداية الشهر. نيجي لبرج العقرب لليوم، شو كرت برج العقرب بيقولنا؟ برج العقرب الكرت بيقول لك في حب جديد، في ولادة لشيء جديد، في شابتر جديد فتح في حياتك اليوم، في ناس جديدة حتدخل حياتك، والباترن القديم أو التكرارات اللي كانت تحصل في حياتك الفترة اللي فاتت اليوم انتهت. في علاقات حلوة في الطريق جيالك، مهم بس انك انت تكون ماشي مع السريان. نيجي لبرج القوس، رسالة برج القوس اليوم ايش بتقولنا؟ برج القوس هذا الكرت كثير بيطلع لك، في عندك نمو روحي عالي الفترة هاي، ومع بداية الشهر جاياك نقلة في الوعي عالية. فقط استقبل هذا الانتقال وما تحكي لحد عليه، استمتع فيه، اكسب منه خبرة، شوف كيف ممكن هذه النقلة تغير في حياتك للأفضل. حرر نفسك من المخاوف اليوم. نشوف كرت برج الجدي، شو بيحكي لنا برج الجدي لا اليوم. برج الجدي بقول لك الكرت اليوم انك انت محتاج لشوية ريلاكسينج، تغيير، تشافي عن طريق موسيقى معينة انت بتحبها، شغل موسيقى معينة وحاول انك تحط ذبذبات عالية وتستمع إلها وتتخيل إنه جسمك بتشافى مع هذه الذبذبات. نيجي لبرج الدلو لليوم، نشوف شو حكي لنا برج الدلو. برج الدلو، في معجزات في طريقها إليك يا برج الدلو، في تغيرات جميلة في الطريق. توقع شيء أو مفاجأة إليك جميلة، فقط اسمح لهذه المفاجآت إنها تدخل حياتك. فكر بطريقة إيجابية ودائما كن مسترخي في الفترة هاي. يجي لبرج الحوت لليوم، شوف شو برج الحوت بيقولنا. برج الحوت، برج الحوت في طفل داخلي جواك قاعد بحاول يتواصل معك، طفلك الداخلي بحاول انه يغير اشياء داخلية عندك. حاول تستمتع بهذا الطفل الداخلي، حاول انك ما تمنع نفسك من يعني ما تخاف انك تعمل شيء وتقول الناس شو بدها تحكي علي. اعمل الشيء من جوا، ما يهمك الطريقة، إذا في شيء في بالك معين بدك تسويه سويه، ما تقلق من رأي الآخرين لأنه طفلك الداخلي حابب إنه يلعب شوي، فاستمتع. إن شاء الله القراءة تكون أعجبتكم، استنوني في قراءات أخرى. شكرا لكم.